السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا المشتركين معانا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إن أحبكم جميعا في الله. موضوع حلقتنا النهاردة عن الفيشر والروز. هنعرف إزاي نفرق بين الذكر والنتاية في الفيشر وبرضه في الروز، وإزاي نعرف إن ده روز وإن ده فيشر، يعني إيه الفرق بين الروز والفيشر عشان أحدد الجنس ده أو أحدد النوعية دي. وكمان هنعرف الفرق بين الذكر والنتاية بمنتهى السهولة بإذن الله في الحلقة بتاعتنا. بس قبل ما نبدأ الحلقة، ياريت تنزل تحت تشرفني باشتراكك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد، وكمان تعمل إعجاب بالفيديو عشان خاطر غيرك يستفيد بالمعلومة. يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة، ازاي تعرف الفرق بين الفيشر والروز. الفيشر زي ما حضراتكم شايفينه كده في قدامكم، ان حوالين عينيه بيبقى فيه جسم ابيض، حوالين عينيه فيه جسم ابيض، وده اللي بيميز الفيشر. الفيشر فيه الوان كتير جدا جدا، منهم اللون اللي قدام حضراتكم ده اللي هو البلو ماسك، تمام. ف الفيشر بجميع انواعه، بجميع اتوابه، بجميع الوانه، هو بيبقى فيه جفن حوالين العين. الجفن الابيض اللي شايفينه قدام حضراتكم ده، هو الجفن الابيض ده هو ده اللي بيميز الفيشر من الروز. طيب بالنسبه للروز، الروز ما فيهوش الجفن الابيض ده زي ما هوري حضراتكم دلوقتي حالا، تمام. اما الروز زي ما حضراتكم شايفين كده عينيه، الريش بتاعها، الريش بتاع جسمه طالع لحد اول عينيه اهو، تمام. مفيش جفن ابيض، الجفن الابيض اللي موجود في الفيشر مش موجود عند الروز. يعني لما تشوف حاجة فيها جفن يبقى ديت كده ايه؟ فيشر. لما تشوف حاجة ما فيهاش جفن يبقى دي كده روز. اديت علامة سهلة جدا جدا تقدر تحدد بيها الفيشر من الروز اهو. ادي الفيشر، ادي الروز قدام حضراتكم من غير جفن خالص. لما تيجي تاخد كده على الروز، على الفيشر، لما تيجي تاخد كده على الفيشر هتلاقي الفيشر بجفن، تمام. الموضوع سهل وبسيط جدا جدا، لاي حد مبتدئ يقدر يميز الفرق بين الفيشر والروز بالجفن بتاع العين، تمام. طب تمام كده يا عم ناصر، كده الله يبارك لك، انت كده عرفتنا الروز من الفيشر. طيب احنا عايزين نعرف بقى ازاي الذكر من النتاية. عايزين نعرف مثلا جزء اللي قدامنا ده، عايزين نشرح فيه الذكر نعرفه ازاي من النتاية. اول حاجه بمنتهى السهوله وبمنتهى الوضوح لاي حد مبتدئ يعرف الذكر من النتاية بين الاسوس الكبيره البالغه، ركز في الكلام، شوف انا بقول ايه، بين الاسوس الكبيره البالغه، يعني راجل، يعني ذكر ونتاية يكونوا كبار شغالين. تعرف ازاي ذكر ونتاية؟ من حجم الانثى. دايما دايما حجم الانثى في العصافير البركاديلو اللي هي الروز الفيشر بيبقى دايما النتاية حجمها اكبر، الذكر بيبقى حجمه اصغر. يعني زي ما احنا شايفين في الصوره كده، الواقفه في الزاويه هناك ديت اللي لونها غامق شويه ديت كده نتاية، اللي واقف بره ده اللي هو لونه فاتح شويه اللي بدا يتحرك يمين وشمال ده هو ده الذكر. لما تيجي تبص حتى على الحجم هتلاقي حجم الذكر اصغر من حجم النتاية. دي اكبر حاجه او اكتر حاجه واضحه جدا جدا لاي حد مبتدئ يعرف فيها الذكر من النتاية. هو صحيح الفرق ما بيبقاش كبير قوي، بس بيبقى باين لاي حد غاوي وعنده خبره. دي كده اول حاجه تعرف الذكر من النتاية. بس برضو ممكن تخدعك الحركه ديت لو كان الذكر سمين شويه والنتاية ضعيفه شويه فهيبان لك العكس. بس عامه في العموم احنا بنتكلم في العموم، اما القاعده الشاذه فاحنا ما بنتكلمش فيها دلوقتي، احنا بنتكلم في العموم عشان حضرتك ما تتوهش مني وانا بشرح لك ازاي تعرف الذكر من النتاية، تمام. طيب الحاجه الثانيه ايه هي بقى اللي احنا هنتكلم عليها بفضل الله؟ الحاجه الثانيه اللي احنا هنتكلم عليها ازاي تقدر تحدد الذكر من النتاية وانت ماسكهم في ايدك. عامه الطيور دي شرسه شويه، لما تيجي تمسكها بايدك تمسكها بحرص، لان هي العضه بتاعتها بدم على طول، يعني العضه بتاعتها بجرح على طول. طيب لما تيجي نمسك العصفور نبص في العضميتين اللي عند الاخراج، في عند الاخراج تحت عند فتحه الاخراج هتلاقي في عضميتين غير عظمه الصدر. عظمه الصدر ديت اللي هي العظمه بتاعت القفص الصدري، وفي تحت عضميتين دول لما يكون نتاية بيكونوا واسعين حاجه بسيطه، ولما يكون ذكر بيبقوا قافلين جدا جدا جدا. طب ايه تاني يا عم ناصر؟ كمان الجلد اللي فوق العضميتين اللي هو الجلد اللي بين عظمه الصدر والعضميتين اللي هم بتاع الاخراج، الجلد ده بيبقى في النتاية طري طري ومرن، اما في الذكر بيبقى التقيل، الجلد سميك وتقيل وناشف، تمام. طيب بالنسبه للفتحه بتاعه الاخراج اللي هي بعد العظميتين في النتاية بتكون شبه الشرطه، شبه علامه ناقص، اما في الذكر بتبقى عامله زي الدايره، تمام. دي فتحه الاخراج ذات نفسها. طبعا النتاية لما بتيجي تبيض وكتر البيض والكلام من ده بيخلي الفتحه بتاعتها عامله زي علامه ناقص كده،
وواسعه شويه عن فرشه الذكر. دي حاجات فنيه قوي وحاجات دقيقه جدا 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 بالنسبه للتمييز بين بعض بين الذكر والنتاية، بس للناس اهل الخبره بيقدروا يعرفوها بمنتهى السهوله. الذكر دايما دايما بيصوت صوته عالي، يعني لما نيجي نمسك الذكر او النتاية بتلاقي الذكر اول ما تمسكه عمال يصوت يمين شمال ومنازع وعمال يجري من ايدك تمام. اما النتاية بتلاقيها اهدى شويه من الذكر، والذكر دايما في القفص بيصوت كتير او بيعمل نغمه حاده على طول. النتاية بتبقى اهدى شويه من الذكر، النتاية بتبقى بكابوزه يعني تخينه شويه، الذكر بيبقى رفيع وخفيف وصوته حاد اكتر. الذكر ناشط عن النتاية، النتاية دايما تميل الى الكسل والهدوء. دايما دايما في البرتانيلو النتاية بتبقى شرسه شويه، شرسه بمعنى ايه؟ لو النتاية بيضاء حضرتك مسكتها ممكن تجيب تخليك تتعور فورا. لو حطيت ايدك عند النتاية اثناء البيض بتلاقي بتهاجمك وبتبدا تعض فيه تمام. الذكر بيبقى اخف شويه في الشراسه بتاعته، بس عامه ان الاثنين كنوع شرسه جدا جدا، وما ينفعش يتربوا مع اي حاجه، يعني ما ينفعوش يتربوا مع كوكتيل او باتزي او اي انواع طيور، لان هم شرسين جدا على قد حجمهم الصغير ده بالنسبه مقارنه بالكوكتيل، على قد ما هم شرسه جدا جدا جدا. طيب في ملاحظ ثانيه عن مناصب نقدر نعرف فيها الذكر من النتايه، في فعلا الشكل الراس بتاع الذكر والنتايه في اختلاف، بس اختلاف بيبقى بسيط جدا جدا، مش اي حد من المبتدئين هيعرفه. اللي دايما النتايه بيبقى وشها ملفوف اكتر وراسها ما فيهاش البطحه بتاعت الذكر تمام. الذكر بيبقى راسه عريضه نسبيا، وفي بعد فتحه بعد الكير كده او بعد الفتحه بتاعت الانف بتاعته بيبقى الذكر ليه تضاريس مختلفه شويه عن النتايه. النتايه تحس ان هي حجمها اكبر وراسها يعني يا دوبك فيها يعني ايه لفه كده عند الفم، وبالراس فيها يعني ايه فيها انوثه. سبحان الله دايما دايما النطش في اي طيور بيبقى فيها انوثه وفيها رئه كده يعني غير ملحوظه او الناس العاديين، الناس اللي هي بس عندها خبره هي اللي بتبقى عارفاها. طبعا انا بحاول اجتهد مع حضراتكم واقول لكم على كل حاجه بحيث ان انت تبقى ملم ازاي تقدر تبص على اي جوز عندك تعرف الذكر والنتاية بمنتهى السهوله. بس زي ما قلت لحضراتكم في اول الفيديو، الذكر بيبقى جسمه صغير، النتاية بيبقى جسمها كبير، فتحه الاخراج في النتاية بيبقى واسعه من تحت، الفتحتين فتحة الإخراج أو العظميتين اللي عند فتحة الإخراج في النتاية بيبقوا واسعين، في الذكر بيبقوا ضيقين أوي أوي تمام. هم دول أكتر حاجتين مميزين لأي حد مبتدئ يقدر يعرف بيهم الذكر من النتاية تمام. بالنسبة للروز نفس القصة، يعني اللي أنا بشرحه لكم على الفشر هو نفس اللي أنا بشرحه لكم على الروز بالنسبة للتقليب بين الذكر والنتاية. يا رب أكون قدرت النهاردة أفيدكم وقدرت كمان أخليكم تعرفوا الفرق بين الذكر والنتاية بمنتهى السهولة. تحياتي ليكم وإني أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاجة الجميلة الوحيدة اللي فاضلالي. ودودودو يحيى ومنى تاني هيقول لنا يحيى ومنى احنا ذكرين يا غبي سخيف. سيبنا مع بعض بقالنا سنين وفاكر واحد مننا نضايق.